فواز شوف السبت سبنبوت والاحد عنكبوت والاثنين بابين. شوف السبت سبنبوت شنو سبنبوت؟ هو عيد اليهود اللي هو السبوت، وعطلتهم متى اليهود؟ يوم السبت. السبت والاحد عنكبوت من العنكبوت اللي اتخذ من دون الله اولياء كمثل العنكبوت الى اخر الايه. منهم اللي اتخذ من دون الله اولياء ليعبدون ادمي ويقدسون الله؟ المسيح. والاثنين بابين من هذين البابين؟ الاثنين اللي ترفع فيه الدرجات عند المسلمين. بابين عندك، باب الجنه ولا باب النار؟ الثلاثه مناره، لان الثلاثه بالنص صاير مثل المناره على شيء نازل الى نهايه الاسبوع، الحين البيك كما يسمونه. الاربعاء بشاره، البشاره في تفسير ابن كثير شو يقول يا ابو فواز؟ يقول ان الله سبحانه وتعالى خلق الملائكه يوم الاربعاء تباشرنا خير، والخميس نذبح ابليس. ايضا في تفسير ابن كثير يقول ان الله خلق الجن والشياطين يوم الخميس. وليمع عيدنا وعيد الرسول، اي رسول فيهم؟ اللي هو ابونا ادم. ان الله سبحانه وتعالى خلق ابونا ادم يوم وليمع. هذه هي الزوجة. هذه القصة. هذه القصة.